لا، بتكون بغيبوبة لمدة 20 سنة أول ما تضغط هذا الزر. السلام عليكم، كيف حالك؟ هذا زوي كلر. تشكيلي يا شباب، الفيديو اللي هو عندنا اليوم جماعة مقطع شاطح، يعني تقدر تقول اتوقع واضح علي اني مستانس مره. بتعرفوا الشيء يا جماعه بعد يعني اسبوع شيء، ما بتعرفوا ايش السالفه. اوكي انتظروا، اكتب لي في الكومنتات ايش تتوقع في الكومنتات. المهم يا جماعه، عندنا اليوم مقطع شاطح زي ما تشوفون. Will you press the button؟ الله يا ادم الله، لا في تطور صح، خلاص يعني هل بتضغط الزر او لا؟ هذه مو لعبه كثر ما انها اختبار الى نفسك، تشوف كيف شخصيتك وهذه الاشياء. فبكل اختصار الفكره انه بيعطيك خيار مره رهيب، يعني مثلا تاكل بدون ما تسمن، يا سلام. لكن اذا اكلت بدون ما تسمن ما تقدر انك تنام بشكل جيد، هل بتضغط الزر وبتقبل او لا؟ بس هذه فكرة اللعبة. تبون يا جماعة الخير في الكومنتات اذا تحبوا مثل هذا النوع من المقاطعة او لا، لان احس تغيير الجو يعني ونكسر الروتين. 20,000 مرة كسرنا الروتين، بس يعني نكسره زيادة، ليش لا يعني. المهم خلنا نبدا على طول، ليتس جو. يلا طبعا شغل ترجمة جوجل يعني لان طيب نبداها باول سؤال. يقول لك يو بيكم انفينيتشلي. لا حلو، بداية خير. You become infinitely rich، يعني تكون غني بشكل مو طبيعي، خلاص انت اغنى واحد في العالم. ما في تقول والله هذا ما اقدر اشتري، لا تقدر تشتري كل شيء، لكن لازم تلبس قبعة وردية مع شورت ناري للابد. قبعة وردية، تيشيرت ناري، يعني عندك كل فلوس العالم ما تقدر تشتري ملابس يعني. والله معليش ما بطلت، ما ادري عن انتم ايش بتختاروا، بس انا عن نفسي ما بطلت، معليش والله معليش. 67% من الناس ما بيضغطوا زي 33% من الناس بيضغطوا. اوكي يعني اللي يريحكم يعني، ما نقول لا. يقول لك هذا السؤال، الله نذر السؤال. بتاخذ ايه اللي هو درجة ممتازة جدا في كل الكلاسات اللي بتاخذها او في كل المواد اللي بتاخذها، لكن كل اصدقائك او على الاقل واحد بياخذ اف، يعني بيرسب في المادة. اصحابي يعني اذا تشوفوا المقطع، يا شباب ارسم يا اخي عادي، الله على نفسك روح. لا والله كل اصحابي والله بعد مع نفسك روح، والله بضغط الزر والله. 76% من الناس بيضغطوا، يخرب بيتكم يا شيخ، وين الصداقه؟ والله العظيم هذا الخيار يا جماعه مره رهيب. يقول لك بتكون اول شخص في العالم تنزل على المريخ، انت اول واحد في التاريخ كامل، لكن ما بتقدر ترجع ابدا، كل الاكل اللي معاك يكفي لمئة يوم فقط. والله صراحة يعني مع نفسكم والله، اقعد هنا معزز مكرم، مريخ ان شاء الله يعني، ادري يعني اول نات والله ما بضغط. اوه 23% بس بيضغطوا الزر، واو. طبعا ما ادري عن اختياراتكم انتم، بس والله استغربت. يقول لك هذا الخيار، يو هاف ذا هاوس اوف يور دريمز، يعني بيكون عندك بيت احلامك، خلاص البيت اللي انت متخيله واللي تحلم فيه هذا اللي بيصير، لكن لازم انك تضرب صبعك الصغير كل يوم. عرفت الضربه هذيك اللي ايوه بالضبط حبيبي، اضرب ابو امشي 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 حبيبي، بيت احلامي هذا. 70% من الناس معاي، والله معليش بصراحه اللي بيختار من 30% والله يعني انا اسف يعني، بس يعني قول السالفه، والله ما اقرا والله. امشي 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 مجنون انا اقرا. يقول لك تقدر انك تعيش في عالم مثالي، انت اللي تخترع هذا العالم من كثر ما انه هو رهيب، يعني قاعد افكر فيها وش العالم اللي انا بتخيله، تقدر انك تصممه، تقدر واو، لكن انت الوحيد اللي بتعيش على هذا العالم. لا والله لا معليش، لا يعني معليش، بس يعني احس مره صعب انك تعيش بدون ولا واحد في العالم بس انت. طيب وبعدين؟ يعني الحياه بتصير فراغ اتوقع، يعني ما ادري انا، لا والله معليش يعني ما بضغط، انا حرام يعني بس اوكي. والله النسبة يعني نوعا ما نص ونص، 44% من الناس بيضغطوا الزر وعادي يعيشوا لوحدهم. اوكي انا ما ادري عن خياراتكم يا جماعة، اكتبوا لي في الكومنتات. You live forever، بتعيش إلى الأبد، لكن بتكون جيلي فيش،
قنديل. لا يستاهل، لا لا يستاهل. ايش تبغى؟ لو في ناس ضاغطين الزر بعد، وش هذا؟ هاي كابتن. اوه هذا السؤال صعب يا جماعه. يقول لك يو كان تيليبورت، يعني تنتقل من اي مكان الى اي مكان. مثلا مثلا انا هنا فجاه صرت هنا. اوكي مره سخيف. اوكي لا بس جد، تخيل مثلا اي مكان في العالم، اي مكان اي مكان. اوه والله ابغى اروح لفرنسا، بوف انت في فرنسا. والله رهيب يا اخي. لكن في المقابل كل مره تنتقل لازم شخص في العالم يموت. يا اخي ليش ليش كذا يا اخي؟ والله يا اخي وسخين والله، انا ما لي دخل والله. والله شوف يعني والله ودي يلا يلا يا وسخين. 58% من الناس بينتقلوا وعادي عندهم الناس يموتوا. يا وسخين والله العظيم. يقول لك هذا الخيار غريب شوي. يقول لك you become internet famous in whatever way that suits you. انت بتصير مشهور في الانترنت باي شيء تبغاه. اوكي لكن انت شخص كله طقطق ولك حاقدين واجد وكارهين. شو الشهرة تجيب فلوس بس يعني؟ لا 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 ما بالله. معليش يعني بس احس يعني وش الفائده؟ اوكي انك صرت مشهور وكل شيء بس يعني لك حاقدين او كارهين واجد. انسان يعني في نهاية شخصية مكروهة، عرفت؟ ما ادري وش بتختاروا انتوا، بس انا عن نفسي لا يمكن اضغط الزر. خلينا نشوف، خلينا نشوف الناس وش ضغطوا. 55% من الناس عادي يضغطوا. والله الناس غريبة. يا جماعة الخيارات اللي اختاروها ترى مرة غبية على فكرة. شوفوا شوفوا هذا، يقول لك حمامك دائما بيكون نظيف. طيب ممتاز، جميل، واجد جميل، لكن ما عمرك بتاكل نوتيلا. انا اساسا ما احب النوتيلا حبيبي. لاني حلا. كيف الحلا ياكل عدم؟ يلا كمل 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 بلا قلة ادب. اوكي 65% من الناس ما بيضغطوا الزر، 35% مدمنين نوتيلا. من الاخير ما ادري يا جماعه بس طعم النوتيلا مره حالي. لا حالي لدرجه ان لا يعني مو كذا كابتن، هدي شوي. ما ادري اذا توافقوني او لا، بس يعني هذا اللي قاعد اشوفه. يعني الخيار اللي بعده يا جماعه يقول انك بتكون في وظيفه الاحلام حقتك حتى لو هذه الوظيفه مو موجوده في الوقت الحالي. واو والله مرة شيء رهيب. لكن تقدر بس انك تحصل اموال عشان انك تعيش، بمعنى انك بتعيش في ارخص بيت، في اكل بسيط. معليش يا جماعة بكون جدي شوي، بس احس ان هذه السعادة. طيب مو شرط انه يكون عندي بيت بملايين الدولارات وما ادري وش، بما اني في وظيفة انا احبها واقدر اني اعيش، ليش لا؟ ادري ناس واجد ما بيضغط الزر، بس عن نفسي بضغط. معليش انا بضغط. 45% من الناس معاي، 55% من الناس مو معاي. اوكي اتفهم يعني الشيء. يقول لك خيار الله العظيم. يقول لك انت حظك اسطوري ولا شيء بيمشي بشكل خطا، لكن بنفس الوقت عائلتك واصحابك كل شيء بيمشي العكس، كل شيء بيمشي بشكل خطا. انا اسف يعني، بس يعني الدنيا تتطلب يعني، وش اسوي؟ بضغط والله. معليش قلي قلي يا عناني ادم. 36% من الناس فقط معاي. اوكي هو 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 عندنا هذا الخيار يا جماعه اللي مره مره احسه رهيب. يقول لك تقدر انك تقرا افكار الناس. الله يعني تخيل معاي ان في شخص جته فكره بتغير العالم، انت تقدر تقرا فكرته وانت اللي تطبقها. الله اكبر. اه يا حبيبي الله ما احتاج تطبق. طيب اوكي خلينا نسمع الخيار الثاني، انا مره استانست. يقول لك the person you read them. لكن الشخص اللي بتقرا افكاره بيعرف اكبر سر عندك. خلاص اكبر فضيحه سويتها اكبر سر، خلاص ما حد يعرف هذا السر غيرك، وهذا لازم يعرفه. الله احترت يا اخي. الله انا اسف. لا لا اوكي. اوه 52% من الناس قالوا ايه. اوكي كيفكم يعني ما قلت شيء يعني. واو لا لا. يقول لك ما بتحتاج انك تنام
طول عمرك الى الابد. مشكله اني احب النوم يعني هذه المشكله. لكن تعويضا عن الوقت اللي ما بتنامه بتكون بغيبوبه لمده 20 سنه اول ما تضغط هذا الزر. يوه والله هذا اتوقع اصعب خيار حرفيا يا صعبة يا اخي. غيبوبة لمدة 20 سنة يعني عمري 38. لا شباب انا جد هذا الخيار ابغاكم تجاوبوه في الكومنتات، لان احس ان خيار مرة بينقسم قسمين الناس، فعن نفسي ما بضغط. خلينا نشوف. اوه 71% من الناس ما بيضغطوا. واو والله انصدمت، مرة ما توقعت والله. اوكي طيب يا جماعة اتوقع ان جاوبنا على اسئلة كثيرة، اتمنى عجبكم المقطع، اكتبوا لي في الكومنتات اذا تحبوا مثل هذا النوع من المقاطع. انا نفسي غيرت جو يعني كسرت الروتين يعني اللي كل مرة اكسره. المهم يا جماعة اتمنى وصلتوا المقطع، لا تنسوا اللايك، اشتركوا في القناة اذا كنتم مو مشتركين. مساك على اليوم، كان مع اخوكم ادم وزومبي كيلر تشكيو، مع السلامة.